يقول: شخص قدم ملفه ليحصل على وظيفة من الدولة، لكن لم يحصل على تلك الوظيفة لأنه يحمل شهادة الثانوية فقط، فاشترى شهادة دبلوم عالي وحصل على وظيفة وعمل بها لمدة 3 سنوات، وطوال هذه المدة وهو يشعر بالذنب، والآن قدم إجازة بدون مرتب، فبماذا تنصحونه؟ هل يستقيل من هذا العمل؟ وما مصير المال الذي قد حصل عليه من هذه الوظيفة؟ إذا كان قام بالعمل على الوجه المطلوب وأتقن العمل فما يأخذه حلال، لأنه في مقابل العمل، مقابل عمله. وأما غش فيتوب إلى الله ويستغفر ولا يعود إليه، وما أخذه إذا كان أدى العمل على الوجه المطلوب فهو حلال له، ولكنه أخطأ في التزوير عليه أن يتوب إلى الله عز وجل. أما إذا كان ما يحسن العمل هذا لا يجوز له الاستمرار في عمل وهو لا يحسنه، نعم، أو يضيعه.